هو في خالتي اطباق، هو في اطباق نحضرها في شهر رمضان. احنا انا بحكي لك صحن هالخبازه، يوم خبازه يوم حمصيص بره، هاي اللي بنحضره احنا في رمضان. في الشكل يعني نصوم جوع ونفطر جوع، يعني انت بتاكل صحن هالخبازه بس انه تبل الجوع اللي انت فيه. الزعتر مش متوفر، الدقه مش متوفره، يعني ابسط الحقوق للشعب الفلسطيني في شمال القطاع مش متوفره، معدومه نهائيا. اختلف رمضان، يعني اختلف كليا عن رمضان اللي قبله واللي قبله واللي قبله، حتى ما عصرنا حروب انه اجت هيك فيها قله المواد الغذائيه بشكل تام، يعني بنسبه 99%. يوم احنا لا في اكل ولا شرب ولا في اي حاجه كانت، واصبحنا ناكل الاعلاف الحيوانات، واعلاف الحيوانات مش ملاقينها نهائيا. جميع الشعب قاعد بتعرض لحياه صعبه، مش ملاقين الاكل، مش ملاقين الشرب، مش ملاقين اي حاجه نهائيا، فالناس قاعده بتموت. والله احنا ما احنا دوله عظمى، احنا كلها نقطه على الخريطه، احنا شمال غزه نقطه على الخريطه، احنا مش دولة كبرى بحاربوا فينا لليوم. 6 شهور حرب، ليش 6 شهور حرب؟ وكمان في رمضان احنا تأملنا في رمضان يصير هدنة، يصير فتح، صار عنا كمان في رمضان كمان زيادة وزيادة عملوا فينا. خلاص بكفي والله بكفي.